أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. تقدم سابقا بعض الحديث حول الفقرة الأولى من هذا الدعاء، الآن بعض الحديث حول الفقرتين الثانية والثالثة. لاحظوا في هذه الفقرات الثلاث، إذا واحد يدقق أكثر، الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من الله أسئلة ثلاثة، يدعو الله بحاجات ثلاث، وكل حاجة الكلمة التي يستعملها فيها غير الكلمة اللي يستعملها في الحاجة الأخرى. لاحظوا أنتم أهل العلم، أهل الفاضل، يقول اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها. هنا يقول أصلحتها، يطلب إصلاح الخصلة التي تعاب منه. في الفقرة الثانية يقول ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، تحسين حسنها. في الثالثة يدعو ويقول ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها، تمم إصلاح تحسين تتميم. في نفس الوقت بالنسبة إلى خصلة يقول تعاب مني، ويربط الإمام عليه الصلاة والسلام في حاجته وسؤاله بين تعاب مني وبين أصلحتها. وفي الفقرة الثانية يقول أؤنب بها، وأنب يعني أوبخ ألام، ويربط الإمام عليه الصلاة والسلام بين أؤنب وبين طلبه من الله التحسين. ثم في الفقرة الثالثة يقول ناقصة، هناك تعاب، هناك أؤنب، هنا ناقصة، هناك أصلحتها، هناك حسنتها، هنا أتممتها. هذه
دنيا من البلاغة والدنيا من المعاني والمطالب، اللي في هذه العجالة أنا أتذكره هنا وأذكره لكم، أنه لاحظوا، يقولون المثال يوضح أحيانا، فد واحد سيء الخلق عند سوء خلق، فد واحد عند حسن خلق ولكن إفراط عنده في حسن الخلق، فد واحد عند حسن الخلق إفراط هم ما عنده، مع بعض دون بعض. الأول اللي سيء الخلق، هاي خصلة تعاب منه، هذا أمر فاسد، الفاسد بحاجة إلى إصلاح يصير صالح. إلهي إذا أكو خصلة في هاي الخصلة تعاب مني، يطلب من الله أن يصلحها. الإصلاح لماذا يكون؟ لإصلاح الفاسد، الفاسد يصلح. سوء الخلق مو زين، فاسد هو، هذا بحاجة إلى أن يبدل إلى صلاح، يصلح. قد يكون هالشكل، قد يكون لا، الرجل مو سيء الخلق، عنده حسن خلق، ولكن كل فضيلة كما يقول علماء الأخلاق وسط بين رذيلتين، إفراط وتفريط. الكرم وسط بين البخل وبين الإسراف، الشجاعة وسط بين الجبن وبين التهور، كل ما جاوز حده، يعني كل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده. الكف، كف الإنسان طبيعية الجميلة، خمس أصابع في الكف أكو، إذا أربع أصابع أكو هاي ناقصة، وإذا ست أصابع أكو هاي بعد أحسن، لا هم ناقصة. شربت يخلون بشكر يصير شربت في المقدار متعارف، إذا قليل هذا ناقص، إذا زايد خلوا شكر هم يصير ناقص، وهذا لا، هذا بعد أحسن، لا مو بعد أحسن. ملح بالطعام قليل يخلون ناقص، كثير يخلون بعد أحسن، لا هم ناقص، هذا إفراط. قد يكون الشخص حسن خلق عنده مو سيء الخلق، ولكن إفراط عنده، على طول دي يضحك، هذا حسن خلق أكو، بس هذا حسن خلق عيب، مو مناسب، يؤنب عليه، ما يقال له ليش أنت ما عندك حسن خلق، يقولون بعد مو بهالثخن، مو بهالمقدار. قد يكون فد واحد عنده حسن خلق وإفراط هم ما عنده، ولكن تبعيض عنده، أكو والعياذ بالله، صدق والعياذ بالله، وألف مرة والعياذ بالله. بعض الناس برا ويا الناس حسن خلق عنده، بس بالبيت ويا عائلته ويا أطفاله سودت وجوههم بالعظلة. بعض الناس بالعكس، بالبيت حسن الخلق ولكن برا ويا الناس ما عنده حسن خلق، هذا حسن خلق عنده بس ناقص. ولا أكرومة في ناقصة، هذا مو سيء الخلق، لنفرض مو سيء الخلق،
ولكن مع جماعة عنده حسن خلق، مع جماعة ما عنده حسن خلق. أكرم يعني فعل الكرم، يعني عمل الكرم، يعني الشيء الكريم الشيء المكرم يعمله، يفعل هذا الكرم، يعمل هذا الكرم. هذه الأكرومة فعل الكرم أكو بس ناقصة، وكل واحد من هذه المعاني الثلاثة لها جوانب وأبعاد. شوفوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه حقيقة كما ينبغي ويلزم ويجب في بعض الموارد التدبر في القرآن، كذلك ينبغي يلزم ويجب في بعض الموارد على الإصطلاح العلمي من باب مقدمة الوجود التدبر في أدعية المعصومين عليهم الصلاة والسلام وفي مواعظهم وفي كلماتهم. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، الفاسد أصلحه، ولا عائبة، عائبة مؤنث اسم الفاعل عائب وعائبة، في قصة موسى والخضر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. السفينة المعيبة يعني شنو؟ قال لما خرقتها، هذا خرق السفينة، سفينة وعلى البحر تنخرق شوية شوية شوية، يدخل فيها الماء إذا ناس بيها وثقل السفينة كثير تنزل بأفرادها، إذا ناس بيها ما تنزل بس تدخل إلى حافتها في الماء وتبقى هالشكل، ما تروح إلى أسفل الماء. الخشب خشب ما ينزل، ثقل الخشب بحجمه أقل من ثقل الماء بحجم الماء فيطفو على الماء. قانون المعروف قانون أرخميدس أو أرشميدس، يعني مكتشفة ذاك على ما هو المعروف. ف هذه السفينة شنو صار بها؟ سقطت عن كونها سفينة؟ لا، سفينة بس ناقصة. هاي هذه السفينة معيبة. إذا إلهي في أكو خلق، في أكو خصلة، هذه الخصلة عيب عائبة، هاي الخصلة عيب علي، وهذه العائبة أؤنب بها ألام. إش وقت ألام؟ إش وقت أوبخ؟ كل خصلة عائبة يؤنب الإنسان عليها في الدنيا وفي الآخرة. إلهي هاي الخصلة أنت حسنها. السفينة العائبة شي يسووها؟ يجون يرقعوها يصلحوها. وإذا أكو خصلة، هاي الخصلة ناقصة، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. الفقرات كلها سؤال من الله، إلهي أنت سوي، أصلحتها، حسنتها، أتممتها،
ولكن الله سبحانه وتعالى بدون سعي الإنسان ما يسوي. قانون الله، ما فطر الله الناس عليه وفطر الناس خلقه عليه، لازم الإنسان هو يعمل، هو يتعب، الله يوفق، الله يأخذ بيده، الله ما يخلي الشياطين المغلولة يهجمون عليه. بس واحد الإنسان ليس يفت شيء حتى من الساعة الأولى من شهر رمضان يفك كل أغلال الشياطين على نفسه. ما أحرى بالإنسان وهو أحوج ما يكون، مع احترامي لكم، بس ما أتصور واحد أكو يزعل من هاي الكلمة أو يتصور مو مناسبة بالنسبة إليه. المعصومون عليهم الصلاة والسلام في مقامهم الأعظم، أعظم مقام للمخلوق جعله الله للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في ذلك المقام كانوا على طول يحاولون في نفس الإطار العالي اللي كانوا فيه. الإنسان بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كل نقص، كل احتياج، كل نعمة أنعم الله على الإنسان، الإنسان محتاج في هذه النعمة لحظة بلحظة إلى الله سبحانه وتعالى في نفس هذه النعمة. النعمة المادية، النعمة اللي ترتبط بأجسادنا، بأجسامنا، بأبداننا، بحواسنا، هاي الإنسان بسرعة يلمسها. أما وهي صفر حقيقة في مقابل النعم المعنوية، النعم الواقعية. قبل كم يوم واحد اتصل بي تلفون يقول فلان ذكر شخص أنا أعرفه شايفه، يقول هذا مريض أدعو له، يقول هذا وضع هالشكل صاير، غير الماء كل شيء بعد ما يقدر يدخل جوفه، والإنسان هو مع الماء وحده ما يعيش، يعني مريض مريض هالشكل، يشتهي بس ما يقدر يأكل. يقول أي شيء غير الماء، أي شيء يأكل أو يشرب شربات عصير، أي شيء غير الماء القراح ما يوالم جسمه، أجلكم الله يقذف. هذه النعم الإنسان بسرعة يلمسها، ولكن النعم، هذه النعم الله جعلها لكي يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه، لكي يستطيع الإنسان يكون عنده حيل، يكون عنده لسان يحكي، يكون عنده قدرة، تكون عنده طاقة، يقدر يكتسب الفضائل، يكتسب المعالي. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى خطبه في مقتبل شهر رمضان، هذه الخطبة المعروفة اللي يلاحظ الروايات يظهر منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله في كل سنة في استقبال شهر رمضان كان عنده خطبة خاصة بشهر رمضان. طبعا كلها أنا ما شايفها، ولعلها كلها ما واصلة أصلا بينا، بس يظهر خطب عديدة أكو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن أكثرها تفصيلا وأجمعها هذه الخطبة المعروفة. هاي مو الخطبة الفريدة لرسول الله في مقتبل شهر رمضان، وإنما إحدى خطب رسول الله في استقبال شهر رمضان. في هذه الخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما يذكر أنواع من الاستفادة من شهر رمضان
أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوجه هذا السؤال على ما يقال سؤال العارف. أحيانا الشخص يعرف الشيء ولكن يسأل للآخرين. يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ رسول الله الأمور العديدة اللي ذكرها في الخطبة وحرض الناس عليها. الإمام ما يسأل من النبي من خلال هاي الأمور اللي ذكرتموها أيها أفضل، لا، على نحو مطلق ما يأطر بما ذكره رسول الله في الخطبة. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما في هذا الحديث الشريف، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: قلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال، ما أفضل هذه الأعمال؟ ما يأطر بإطار ما ذكره رسول الله في الخطبة. الشكل يقولون في النحو أنه الجمع المحلى بأل ظاهر في العموم، يعني كل الأعمال، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر. رسول الله صلى الله عليه وآله ما يذكر في جواب أمير المؤمنين ولا واحد مما ذكره من الأمور العديدة في الخطبة شيء آخر يذكر. فقال صلى الله عليه وآله: الورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله هالشكل يحصل. الإنسان يصمم وصار، الشيطان يخلي نفس الأمارة بالسوء، تخلي الشهوات، تخلي وملء الإنسان الشهوات، دنيا تخلي، أصدقاء يخلون، يقدر هالشكل يسوي تمرين، يريد تمرين. أحد كبار العلماء المعروفين الماضين رضوان الله عليهم جميعا، هذا مكرر ناقلين عنه أنه درس ألوف من الكتب وقرأ ألوف من الكتب ودرس ألوف المحاضرات، مرجع تقليد معروف، ولكن من أول يومه ودرس العلوم، كان ممارسته جيدة في العلوم العربية، في الأصول، في الفقه، في التفسير، في الفلسفة، في العلوم المختلفة، ولكن من أول عمره ما خلى قلم على الكاغذ تمرين في الكتابة، ما سوى. يجوز أحيانا كاتب بعض الحروف بعض الكلمة، بس تمرين ما سوى. وهو مرجع تقليد، سطر ما يعرف يكتب، قاري هذه الحروف، قاري هذه الكلمات، قاري حرف النون، نون فد دورية هالشكل وفد نقطة بيها، ولكن من يريد يكتب ما يعرف يكتب، لأن هذا يحتاج تمرين. إذا في مقتبل عمره ممارسة ما عنده، ما يعرف يكتب. ولذا كانوا يقولون بالقوة كان يوقع في التوقيع، عالم، مرجع، تقي، مهم. ابن ذكر لي أحيانا كان إذا يكتب بعض الكلمات الناس ما يقدرون يقرأ، التمرين ما بسوي. إذا واحد قاري 1000 كتاب وفاهم، ولكن ممارسة كتابة مثل هاي الكتابة ما مسوي، ما يقدر يكتب. بدون ممارسة يقدر يطبق الورع عن محارم الله؟ بدون تمرين يقدر يسوي الورع عن محارم الله؟ يعني شنو؟ ثم بحمد الله أهل العلم، أهل الفضل، خطباء، مدرسون، طلاب،
هذه الجملة أنا أقراها وأكيد أنتم معظمكم حافظيها. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. هذا الورع، الورع هذا. وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. بعينه هاي الباصرة ما شايف الجنة، ولكن ممتلئ يقين بالجنة، ويدري هذا اللي سبه إذا يحلم عنه هذه درجة في الجنة. هذا الصوم اللي يصومه كل ما يشتد جوعا وعطشا درجة في الجنة. هذا الدراسة اللي يدرسها بإخلاص درجة في الجنة. كل ما يعمل لغيره هذا لنفسه، هذا درجة في الجنة، ديشوف الجنة. فهم فيها منعمون، مو ديشوف بهاي العين، ديشوف بعين البصيرة اللي أقوى في النفس من هذه العين. الورع يخلي الإنسان يوصل إلى هذا المقام، بس بلاش يحصل هالشكل بدون سعي. والقرآن يصرح وأن ليس للإنسان، ليس إلا ما سعى. الله هو الذي يفيض، هو الذي يعطي، ولكن بحاجة إلى سعي الإنسان نفسه. فالشخص أفرضه ثقة وجنابك تعتقد بي أنه قول وفعل، يعني قوله فعل، يقول لكم أنتوا من الأموال كل شيء في مجال الخير خسرتوا أنا أعطيكم، ما يقول هم مضاعف أعطي. أكيد بالشجاعة تعملون وتبسطون أيديكم في سبيل الخير، كل ما خسرتوا تسجلون تأخذون منه وتدرون يعطيكم. هذا اليقين أقوى من اللي الإنسان يشوفه بالعين، تأثيره في النفس في عزم الإنسان. الورع يخلي الإنسان والجنة هكذا يكون، أصلا ما يفكر أنا خدمت فلان ليش هالشكل سوى وياي. إذا خدم شخصا يشوف هذا في كيسه، هذا في صالحه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ما يفكر في هذا الشيء حتى في يوم ما يمون عليه. إذا فكر في هذا الشيء لازم يتهم نفسه. حديث أكو مضمون أو نص، المؤمن متهم، من يتهمه؟ هو هذا مقام رفيع، هو يتهم نفسه. صدق إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إذا صدق بعد ليش يزعل؟ بعد ليش يتألم؟ قال لي أنا من الليل للصبح، بالليل للصبح ما نمت، فلان قال لي هاي الكلمة وفلان قال لي، أنا اللي خدمته، أنا اللي سويتها، ليش يقول؟ وأعظم من هذا ليش يفكر أصلا هذا التفكير؟ هذا قارئ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أما مو والجنة كمن قد رآها، لا ما صير الشكل. وهم والنار كمن قد رآها،
كلمة يخاف يقولها ليكون تصير فخر، هذا ليكون تكون تكبر، ليكون يصير رياء. وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. مثل واحد اللي شايف النار الآن معذب في النار، هذا بدون تمرين يصير، بدون ممارسة يصير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم لله.